هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفينا، مليش في الخمرة. ما نجيبلوش حاجة. عسلية سعيد ثابت محكوم عليها ب10 سنين سجن في قضية تعدد أزواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيلة. بالراحة بس، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزة إيه؟ متجوزة مين؟ يا باشا أنا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس. أي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. أنت متأكد؟ متأكد يا باشا، أنا عارف أنا بقول لك إيه. خد دول. إيه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي. أبقى أجيب لك تاني بعدين. يا باشا في 4 شبكوا معايا في الحكاية دي. 2 موظفين معايا في المكتب، طبعًا غير أمين الشرطة اللي كان بيدور على الكمبيوتر الداخلية، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه. هي عسلية دي مهمة عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي أنا بس. يلا هنستلم. ماشي يا باشا. على معادنا يا باشا. ماشي. سلامة. كفاية يا مستر مروان، تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن إذنك. قولي لي إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريباً كده نايمة. أصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد إذنك. اتفضلي اتفضلي. هات لي درينك بتاع النور. تحت أمرك يا مستر مروان. شكرا. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا.